قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن شهداء مصر الأبرار تركوا بصماتهم البارزة على مر السنين كرموز للتضحية والفداء النبيل. وفي تصريحات بمناسبة يوم الشهيد أكد مفتي الجمهورية أن تضحية الشهداء تعبر عن قمة الوفاء والإخلاص لله والوطن، متوجها بخالص الشكر والتقدير إلى أبطال قواتنا المسلحة والشرطة لما يبذلونه من تضحية كبيرة من أجل حماية البلاد والعباد.